ابقى تخين بس بصحتي، لا ده كمان بيدهوروا صحتهم. طب احنا عايزين حل، هنحل الموضوع ازاي؟ هنحله مع دكتورنا اللي منورنا، الدكتور رامي عطية، اخصائي التغذية العلاجية جامعة ستانفورد امريكا، وصاحب فكرة دايت اونلاين، صاحب فكره الراحه كلها. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل. انا خايف من الحلقه دي بصراحه. مش كده؟ كان في تسخين جامد قوي في الاول. كان في عنف، بس والله انا كنت مع الرجاله برضه، مش انا كنت محايده؟ والله يعني مش قوي. مش قوي. مش قوي بصراحه. يعني انت شايف حاجه معينه يا دكتور؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انا يعني انا مثلا ممكن اتكلم عن نفسي، انا مثلا انا منفصل معايا الاولاد اولادي. فانا مسؤول عن المدرسه، مسؤول عن المذاكره، بتابع اكلهم، انا اللي بوديهم النادي، بجانب انا انت اكيد شفتي انا بقعد اتكلم قد ايه في التليفون مع الحالات، لان احنا شغلنا كله اونلاين. التليفون ما شاء الله يعني ما فيهوش حرف. يعني من كتر كده احنا خدنا عهد واتفقنا مع الناس دايما ان اي حاجه يحتاجونا، ودي يمكن بقول ان ده سر النجاح الاعظم، الحمد لله يا رب. ان اللي بيحتاج النهارده نسي ياخد الحبايه، نسي تاخد السناكس، عايزه اغير، عايزه اعمل، عايزه اروح، عايز اجي، الناس معتبره ان خلاص انا بدات معاك فانا مسؤول منك بنسبه 100%. فاحنا لازم نكون قد المسؤوليه دي، لازم نكون قد المتابعه دي. فحتى انا لما بسيب الموبايل شويه عارفه بحس بقلق كده، حاجه بتاكلني، لازم. ما انت عندك ولاد تانيين، ما هم يعتبروا برضو الحالات ولادك. بالزبط. فده كتير قوي عليك يا دكتور. طب ده مش ضغط نفسي؟ مش طعم النجاح. يعني عايز اقول لك مثلا، هديكي مثال على حاله كانت لسه بتتكلم معايا امبارح، بتبعت لي هي حصل لها ظرف هتبطل الدايت حوالي 3 4 ايام. فبتقول لي بعد 3 4 ايام راجعه بتتكلم معايا تاني، فبتقول لي بص يا دكتور انا يعني مشيت بقالي سنين وبعمل دايت وبنزل وبطلع، ما كنت بعمل كده واقف 3 4 ايام بلاقي نفسي طلعت فيهم 2 3 كيلو. انا ما خلصت ال 3 4 ايام دول نازله حوالي 300 400 جرام. فاحنا النظام اللي بنعمله دايما بنوعد ان ايه، مش هترجع تزيد تاني في الوزن. فدي تجربه عملي اثبتت لها ان احنا بنتكلم صح. ايوه، انت لما وقفتي وعشتي حياتك بشكل طبيعي الظرف عندك، رجعتي تاني ما زدتيش على الميزان بتاعك. يعني احنا عاملين زي ده مهم قوي، ده مهم طبعا. دي عقده، دي عقده عند كل الستات بالذات، وبرده عند الرجاله. عند احنا برده مش عايزين نتكلم ستات بس بالنسبه للدايت، احنا عايزين نتكلم ستات ورجاله عشان نبقى محايدين الى حد ما. او النبي وانا قاعد طبعا حتى بس نعدي الفقره دي كده. حاضر حاضر يا دكتور. بصي دائما اللي كان بيتعمل ان احنا بنعمل نظام غذائي منقوص، منقوص يعني انا شايل كربوهيدرات، لو بروتين، لو كارب، لو مش عارف الحاجات الكتيره، الكيميائي، الكيتو، الحاجات اللي بنقعد نسمع عنها دي. فما كنت بمشي باي نظام من الانظمه دي هرجع تاني لازم هاكل، ما هيجي فتره انا خلاص نزلت وتعبت من كتر ما انا عامل دايت، فمحتاج ان انا ابدا اعيش حياتي بشكل طبيعي. مجرد ان انا هرجع اكل الحاجات اللي كنت حارم الجسم منها هيرجع يزيد. دي اهم نقطه عندي في المنظومه اللي انا شغال بيها، ما ينفعش الجسم يتحرم من حاجه، عشان هرجع اعيش بشكل طبيعي يفضل الجسم معايا في نفس الميزان اللي انا وصلته ليه. في ناس ثانيه بيخاف تقول لك البرشامه يا دكتور، طب انا اما هبطل الدواء ولا هبطل الكورس اللي انا كنت واخده ده هرجع ازيد؟ مش الدواء هو لا، الدواء ليه دور طبيعي داخل الجسم، عشان كده بنقول ان هو امن 100% وطبيعي، بيكسر الدهون، بيمنع تكوين دهون جديده، بيساعد الجسم انه يتخلص من الدهون، ما بيشتغلش على المخ، ما بيقفلش الشهيه. حتى لما باجي اشتغل على الناس اللي عندها نهم في الاكل وعايزه شهيه، بشتغل بحاجه زي البسيليوم هاسك طبيعيه 100%. تاخد حجم في المعده زي البالون بتاع المعده بالظبط، تقعد حوالي 8 ساعات. فانت كده مقضي يومك مستريح، مش جعان، ما عندكش قلق ولا توتر ولا اي حاجه. اذا انا اما هبطله هيكون حجم المعده صغر، مش هحتاج، مش هحس بالجوع زي الاول، وهقدر اعيش برضه حياتي بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت فتره الدايت باكل فيها كل حاجه. يعني حضرتك ما بتحرمهمش من اي حاجه. طب ما تيجي نقول للناس كده، لان الناس كتير قوي سالتني يعني بعد ما بخلص الحلقه مع حضرتك بيقابلوني بقى عايزين يعرفوا تاني وعايزين يتاكدوا وعايزين يقول طب يعني انا اما اتواصل مع الدكتور بعد كده لو قعدت اكلمه هيرد عليا، طب افرضي بوظت الدايت وكان بالليل متاخر، ينفع اكلمه لاني هفضل طول الليل ضميري متانب؟ وفي ناس بتعمل حاجه غلط جدا بيبوظ، وطالما ما تواصلش معاك او حد ما فيش حد قال له اقف يكمل بوظان، يكمل بالظبط. فهل ده من حقه برضو انه يتواصل معاك حتى لو بالليل متاخر؟ يعني احنا عايزين نحكي لهم باستفاضه ايه الديتيلز اللي بتحصل معاهم بمجرد ما بيقول لك الو ايوه يا دكتور انا حاله. طب هوضح نقطه بس، هو ما بيقوليش الو، احنا بنتعامل واتس. يعني مش هيبقى في وقت ان احنا نرد على الناس كلها، يعني هو حتى ما بيكلمكش على الواتس، اللي عايز يكلمني مش مكالمه واتس، لا الواتس بيسجل لي فويس مسج بالمشكله اللي عنده او القصه اللي عنده وانا ببدا ارد عليه. ايفن حتى انا معودهم كلهم اللي محتاج ان انا اتكلم معاه تليفونيا يبعت لي على الواتس وانا هتصل بيه. الله. فمش حارمين اي حد من حاجه، وبعدين انا مش لوحدي، احنا منظومه فريق. ايوه، يعني حتى لو انا مريح شويه او الفتره دي انا مش متاح ان انا اتكلم فيها، في غيري موجودين يردوا ويسعفوا على طول ويقولوا له هنعمل ايه. فالمتابعه موجوده سواء مع الفريق
الحمد لله بقى يعني العدد بتاعهم كبير جدا وكلهم معاهم ارقام تليفونات مختلفه وكل واحد عارف الدكتور اللي هو متابع معاه. يعني ساعات بيرجع له ويرجع ياكد معايا يقول لي مثلا انا كلمت الدكتوره رحمه ولا كلمت الدكتوره دينا ولا كلمت الدكتور مصطفى قال لي كذا تمام يا دكتور قلت تمام ما تقلقش كلنا ماشيين على خط واحد. ايوه طبعا اي حد وبيحصل بتقول لي مثلا ايه انا النهارده مثلا عندي بتاع 15 واحد على الصبح كده على الساعه 12 واحده كده باعتين لي كلهم دكتور انا لسه صاحي من النوم كان ميعاد الفطار من 7 ل 9 اعمل ايه؟ خلاص ماشي اوكي بنفطر بناخد الدواء بتاعنا بناخد السناكس بعد كده بكمل يومنا عادي. في حد انا خدت الدواء بتاع الغدا مكان الدواء بتاع العشاء اعمل ايه؟ بقول له هنعمل واحد اتنين وهنكمل يلا اليوم بالشكل الفلاني. فطول ما احنا سبورت مع بعض دايما انا بقول ان العامل النفسي مهم جدا. طبعا اما حد بيكلمني يقول لي دكتور انا جربت حاجات كتيره وعملت لي مشاكل او وقلقان وخايف اجرب، بقول له اول حاجه ايه؟ لو انت قلقان وخايف تخش انا بنصحك ما تخشش. لو انت بادئ معايا بقلق وخوف وتوتر وهتقعد تراقب تشوف ايه اللي هيحصل صدقني مش هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. لازم يكون في ثقه متبادله نبدا مع بعض وفي تفاؤل وفي امل ان احنا نعمل حاجه كويسه. عندنا حالات عامله انجازات يعني الواحد مش متخيل ان كان ممكن توصل بالمنظر ده بصراحه. يعني اوزان قد ايه يا دكتور؟ لا انا عندي 170 و180 كيلو ونازلين دلوقتي وصلنا ل 120 ونازلين بنكمل يعني. الله ما شاء لا الله. لا الحمد لله يا رب ما بقاش فيه حدود للميزان ولا للسن. انا الاسبوع هو ده هو السن بقى مهم وانا كنت هسال حضرتك على السن. انا عايز اقول لك الاسبوع ده انا مقضيه اطفال بشكل كبير قوي. انا بقى عندي شويه اصحاب 13 سنه و12 سنه وهم اللي بيبعتوا لي فويس مسج على فكره. ناس كتير قوي بتخاف ويمكن انا بقى يعني من الحالات دي. انا كنت وانا صغيره يعني كنت ما شاء الله كنت قنبله ذريه يعني. انا كنت معايا 8 سنين جدا ومامتي خايفه تعمل لي دايت. معايا حالات كتير 5 سنين بتتكون. من كام؟ طبعا بيتكون من 5 سنين. من 5 سنين انت عارفه ان كل مرحله عمريه انا بنتكلم من 10 ل 20 سنه ليه نظام غذائي لان هو ليه مكونات معينه عشان الجسم فعلا بيتكون. من 20 ل 30 ليه نظام غذائي مختلف عشان برضه ليه تكوينات تاني في الجسم بتاعه والجسم بيبقى محتاج حاجه. من ال 30 لل 40 بنغير في شكل النظام الغذائي. فوق ال 40 بيكون ليه شكل نظامي مختلف لان بيحتاج بقى حاجات تزود معاه الفيتامينز والمعادن. أيوة. عشان المناعه. فالكل مرحله سنيه ليها النظام بتاعها اللي بنقدر نتكلم فيه ونبدا ندي عليه بعض التعديلات وبعض الاضافات ان هو تشتغل معاه في الفتره دي. طيب بالنسبه للتحاليل بقى ويعني في دكاتره كتير بيطلبوا تحاليل وفحوصات علشان برضه يبقى الموضوع امن يعني في السيفتي. حضرتك بتطلب منهم يعملوا تحاليل ويبعتوها لك برده على الواتساب؟ بصي اغلبيتهم بيعملوا كده ويفضل طبعا ان هو يعني يعمل لي طبعا تحليل الغده تي 3 وتي 4 وتي اس اتش ويعمل سي بي سي اللي هي صوره الدم عشان نشوف نسبه الحديد. ده كنوع من الاطمئنان ما بيغيرش حاجه قوي معايا في المنظومه يعني ممكن ازود له حاجات بسيطه لو لقيت فيه مشكله. ولكن في الغالب ما بنغيرش حاجه. ولكن اما ابقى شغال وانا عارف ان انا عندي واحد او اثنين او ثلاثه ببقى فاهم اما تيجي تردي عليا بعد كده ليه ده حصل فاقدر هنزود او هنعدل حاجه معينه. طبعا الا مثلا الانيميا طبعا لازم يكون ليه نظام مختلف بنركز معاه عشان يعني نرفع نسبه الحديد. وثلاث ارباع الشعب المصري فيتامين د انيميا سكر وفيتامين د. لا فيتامين د بقى منتشر بشكل صعب قوي. ولسه حالا مكلماني مثلا من شويه قبل ما اخش على طول عندها مشكله كالسيوم ومغنيسيوم وبيجي لها كرامبات. ايوه كلنا الحاجات دي كل الناس بنراعيها معانا في النظام الغذائي. عايز اقول لك في حاله معايا سكر لسه من اول امبارح بتقول لنا كانت عندها السكر التراكمي 11. خلاص لسه عاملاه تاني بعد ما مشيت معانا حوالي شهرين تقريبا السكر التراكمي 5. الله فدي رايحه للدكتور ده غير الجرعه بتاع السكر بتاعها. طيب احنا صفحه الدكتور معانا على الهواء للي حابب بقى يتواصل. والدكتور طبعا يعني واضح ان هو تحت امر الكل بصراحه. يعني هو مش يعني هو عدى العيب بصراحه. بص انت النهارده قاعد في البيت. ايوه هيوصلك الدايت بتاعك لغايه عندك. هيوصلك الدواء بتاعك لغايه عندك. هتوصلك التعليمات بتاعتك. مفيش حد بيخش المنظومه غير لما بكلمه. مفيش حد بيبدا الكورس بتاعه غير لما بيبعت لي واقول له التعليمات اللي هيمشي عليها وراجع معاه ان هو فاهم كل حاجه. اي وقت على مدار الاسبوع بتاعك بتبدا تقول لنا لو انت عندك اي حاجه لخبطت فيها او اي حاجه عايز تبدلها او عندك استفسار بنقول لك هتعمل ايه. اخر كل اسبوع بتدينا الميزان بتاعك. لو حتى لو انت راضي وانا شايف ان ممكن كنا نجيب احسن بقول لك على خطوات جديده تعملها. في دايما الناس تقول لي طب دكتور هو هيجيب نتيجه؟ بقول له احنا ما بنستناش اخر الكورس مش هستنى شهر عشان اشوف هيجيب نتيجه ولا لا. احنا ديلي مع بعض. واسبوع باسبوع بنحكم ونتفق ان احنا الاسبوع ده خلصناه كويس ومبسوطين يلا نخش الاسبوع اللي بعده. لو لقيت حد يا دكتور مثلا مش النتيجه اللي حضرتك متوقعها بتتعامل معاه ازاي يعني؟ بدخله يلخبط تاني. ممكن اديله يوم بروتين ممكن اديله يوم خضروات وفاكهه بشوف على حسب الهيستوري بيننا وبين بعض واعرف الاسباب ايه اللي
العكه طبعا اللي عكها الاول ايه. ايوه لان يعني في بعض الناس يعني اما تضغطي شويه يبدا يعترف ويقر ويقول لك انا عملت واحد او عملت اتنين. بناء عليه بنبدا نصلح اللي هو عمله ده ازاي. بنديله نظام غذائي معين يوم او يومين او ساعات ثلاث ايام على حسب اللي حصل يعني. ونرجع تاني نمشي على النظام الغذائي. فبيبقى عندي فاصل، الفاصل ده بظبط له فيه قصه اللي المشكله اللي حصلت معاه دي، وبعد كده ارجعه تاني على الدايت بتاعه بالادويه، ونبدا ان شاء الله نشوف الاسبوع اللي بعده نحقق النتيجه اللي احنا عايزينها. طيب لو حالة كانت، طبعا انت عارف الناس المليانة بيلفوا على دكاترة كتير طبعا، بس حالة بقى كانت جاية وعملت دايت كتير قوي لمدة طويلة كويس، وبعدين بوظت الدنيا جامد جدا كويس، بتعمل معاها ايه يا دكتور؟ ما هو اولا انا اي حد بيكلمني بيقولي انا كنت ماشي على نظام غذائي او كنت باخد ادوية، انا لازم يبوظ الدنيا. ما ينفعش اطلع من نظام اخش على نظام تاني، لازم تبوظ لي الدنيا يومين ثلاثة كده قبل ما ابدا الكورس، عشان الجسم يكون مستعد للنظام الجديد وتاخد احسن نتيجه ممكنه. انك لو دخلت من سيستم لسيستم بتقل النتيجه اللي انت ممكن توصل ليها. فبالعكس لما بتبقى حاله زي كده بتبقى نتائجها في الاول عاليه، اللي عك الدنيا وبوظ ده لا بيجيب نتيجه كويسه بعد كده بسرعه يعني. طيب يا دكتور لما بتدي حد نظام يعني بتبقى متعمد انك تديله نظام في الاول يجيب نتيجه قويه جدا علشان يحفزه، ولا عادي بالنسبه لك بتمشي؟ لا بصي هقول لك حاجه، في ستاندرات في الدايت. فهو كل واحد بيروح له النظام الشبه الستاندر المناسب ليه. مجرد ما بيستلم النظام احنا دايما بنقول تفصيل، هنا بقى نقطه التفصيل. انت استلمت النظام بتاعك بتراجع كل الداتا اللي موجوده فيه، فطارك غداك عشاك المواعيد بتاعتك القصه دي، تبدا بعد كده تديني انفورميشن انت محتاج تظبط ايه. لا انا مواعيد شغلي مش، انا عندي مدرسه بتقول لي انا بنزل من الصبح الساعه 9 وبرجع الساعه 11 بالليل، بخلص المدرسه على عندي مشاوير بعد كده، حياتي ماشيه 1 2 3 4، غيرنا وجبه الغداء خالص، غيرنا وجبه العشاء خالص خليناها الرئيسيه، غيرنا مواعيد الادويه مع بعض، ظبطنا شكل السناك اللي ينفع تاكلها في الوقت ده ايه، ظبطنا شكل اليوم خلاص كده انت اوكي، كورس مناسب بالنسبه لك اه تمام يلا نبدا كده. ده احنا كمان بنعمل لايف ستايل للناس. طبعا يعني كل طبعاً. واحد على حسب. وعلى فكره بعد ما هتخلص الكورس بتاعها ان شاء الله توصل للنتيجه بتاعتها، بقت عرفت اللايف ستايل بتاعها حياتها تظبطها ازاي. مش هيبقى عندها مشكله. اتعودت. عندي ناس بتشتغل شيفتات، عنده يومين صبح ويومين وسط اليوم ويومين بالليل. بنظبط كل يومين، كل يومين بيعدوا عليه بيبعت لي واقول له هتمشي اليومين دول ازاي. عندي واحد بياكل في المصنع. فكل يومين ثلاثه ليه بعت لي الاسبوع ده عندنا في يوم كشري، في يوم عدس، في يوم فراخ مشويه، في يوم كذا، اكل ايه وما اكلش ايه، اللي اخده من الاكلات دي وايه اللي اسيبه، هيبقى عندي في البوفيه في المصنع كذا وكذا وكذا، بنقعد نتفق مع بعض ايه اللي ممكن ياخده من البوفيه بتاع المصنع وايه اللي ما ياخدوش. يعني كده ما عندكوش حجه، وانا كمان ما عنديش حجه. وعلى فكره انا لسه قايله للدكتور، قلت له يا دكتور انا عايزه امشي معاك على نظام دايت علشان انا فعلا بعمل كل حاجه لوحدي، وحاسه ان انا بخرف وان انا لا صحتي بتتعب جامد جدا. فاحنا اتفقنا، والمره الجايه يا دكتور هنقول لهم انا عملت ايه، انا هحكي لهم انا عملت ايه ووصلنا لايه، ونشوف النتيجه عملنا ايه في اسبوع كمان ان شاء الله باذن الله. طبعا حضرتك نورتني، الوقت بيجري معاك بسرعه يا دكتور. ربنا يخليك يا رب. بنشكر الدكتور رامي عطيه، اخصائي التغذيه العلاجيه جامعه ستانفورد امريكا، وصاحب فكره دايت اونلاين. يلا فاصل، يلا فاصل.